هؤلاء هم الموريسكيون الأمريكيون أو المورش، وهذا هو محفلهم. لهم كتاب ونبي ومعبد، عددهم 60,000 وينتشرون في معظم الولايات. يقول الموريسكيون الأمريكيون إن وصولهم من المغرب من هجيء بأجدادهم كعبيد إلى العالم الجديد، وهنا قرروا الحفاظ على هويتهم الإسلامية لكن بخصوصية أمريكية. نحن الموريسكيون الأمريكيون ننحدر من المغرب، ولدنا هنا في أمريكا لكن أجدادنا مغاربة، لدينا هوية موريسكية أمريكية وعلمنا مغربي ورثناه عن أجدادنا. عالمهم علم المغرب ولباسهم شبيه بأزياء غرب إفريقيا. اتخذ الموريسكيون الأمريكيون نبيا لهم من أجدادهم يدعى درو علي، ولهم كتاب يتضمن آيات من القرآن وعظات من الإنجيل. أن تكون مسلما وموريسكيا أمريكيا معناه التسليم للإله. مبادئنا تقوم على 5 أركان: الحب والحقيقة والسلام والحرية والعدالة. الموريسكيون الأمريكيون حكاية طائفة دينية مغلقة، يقولون إن أصولهم تمتد من شمال إفريقيا إلى ما وراء نهر السنغال. طقوسهم التعبدية مزيج من المسيحية والإسلام، أما حقيقتهم العلمية فيعلم بعض من جوانبها خلف أسوار هذا المبنى، المتحف الوطني لثقافة وتاريخ الأمريكيين الأفارقة. يرى الباحثون في تاريخ الأمريكيين الأفارقة أن مسألة الأصول المغربية للموريسكيين الأمريكيين ثابتة، استقدموا إلى أمريكا في زمن تجارة العبيد. تعود جذور الموريسكيين الأمريكيين إلى شعوب ومواطني شمال إفريقيا. حدث هذا بين أواسط القرن 17 وبدايات القرن 18 عبر موجات تجارة الرقيق. تشغل مسألة البحث في الأصول بال جانب من الأمريكيين، ويعد الموريسكيون الأمريكيون جزءا من هذا المجتمع متعدد الأعراق والثقافات، ممن يحلو له الوقوف كثيرا عند الذاكرة